أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلوات الله يا محمد وآل محمد. الأدب السياسي هو التأريخ الحقيقي للأمة، للشعب، للوطن، للقيم التي تعبر عن كل تلك المكونات الأصيلة، وهو الإعلام الصادق والإذاعة التي تبث عبر أثير الواقع المؤلم، والناطق الرسمي المنتخب انتخابا حرا غير مباشر من آهات وغصص وعذابات المستضعفين، وليس ما يكتبه المؤرخون وينشره الإعلام المدجن والمدجن وتحبكه الأقلام الموتورة المعتاشة على الأزمات التي تستمد مادتها من الوثائق الرسمية وإملاءات دهاليز السلطة بما فيها من كذب وتزوير وتضليل. هذه البحرين وهذا أعلامنا. يا الضمير اسمع أحس ابنه وشوف شلون توصف قسوته آلامنا، وشلون تحكي عن مآسيه الحروف. وينه وين العرب وسلامنا يطوف فوق الدم وما كنه يطوف. بالله هذا علام يلي لامنا ينقلب ضد الشعب فقس الظروف، من ورانا يخونوا قدامنا وينشر الترهيب ويشق الصفوف ويزين الإجرام حق ظلامنا ويتهم بالجور عشرات الألوف ويطرب ويرقص على آلامنا ومن عذاب المنتقم ما عنده خوف. الأدب السياسي ليس أدب وقت ليموت بانقضاء الحقبة التي يتحدث عنها أو بموت المشكل، إنه أدب وجود، أدب انتماء، أصالة، عمق حضاري متجذر في آفاق الضمير الحر، لأنه أدب حي يعبر عن معاناة الإنسان المسحوق المظلوم المنتزع من فمه رغيفه والمهان في كرامته، ويؤرخ فنيا لحقبة مهمة ومنعطف نوعي في حياة الشعوب المغلوبة على أمرها. قر عينا أيها الشعب الأصيل، قر عينا أيها الشعب الأصيل، أنت باق رغم أنف المستحيل، وإذا ما أمعنوا فيك الأذى فالأذى في الحق للنصر دليل، فيك ما يحني العذابات وما ينعش الآمال في المسر الطويل، ما لأحرارك يوما شبه وإلى صبرك ما كان مثيل، سر على اسم الله والأرض ولا تخش من قالوا وما للوهن قيل، فهنا كل النواحي ثورة وهنا كل المضحين خليل. يتفضل الإخوة الشعراء المشاركين معنا، الأستاذ عبد الله القرمزي والأستاذ مجتبى التتان والأستاذ السيد علوي الغريفي. فلحن صلى على محمد وآل محمد. في صوت واجد، صوت شوشة فيه، يعني خفضوا على الصوت كان.
ماشي يا ولد تفضل خذ راحتك. سيدي لا اعرف مو شغلك انا. كلمه حره. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كيف حال الديمقراطية في البحرين؟ كيف حال الحرية؟ كيف حال الدولة العصرية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يتكرر كلما وقع انتهاك وكلما أرادت السلطة أن تشغل هذا الشعب ببعض الجراحات. كيف حال المطالب؟ كيف حال المشكلة التي يعيش فيها البلد؟ أين السلطة من وضع واقتراح حلول تخرج هذا البلد من أزمته؟ أين هو العدل؟ السلام عليكم ورحمة الله. قدمنا عليكم حبيبي. تفضل. بحرين العدل متى غدره؟ كمل. بحرين العدل متى غدره؟ أقيام الساعة موعده. خرج الثوار لنجدته إذ عز وحورب منجده. قد طال الجور أيا بلدي، فمتى الميزان سيسعده؟ بحرين وشعبك مضطهد، ما زال الليل يشرده، ما زال القتل يجول به ورؤوس الظلم تقيده، ما زال العرش كعادته يطغى بالناس معربده، ما زال يلاحق لقمته ومناه أن يستعبده. العدل العدل أيا وطني، العدل العدل أيا وطني، حتى ما الناس ستفقده. يا وطن النخل أما تعبت، فأس ترميه وتحصده، والنخل يقوم وهل نجحت ريح تتمنى تقعده؟ النخل يقوم وهل نجحت ريح تتمنى تقعده؟ من قبل الثورة كم كنا ندعو الإصلاح وننشده، كم كنا نطفئ جمر الغيظ وجور السلطة يوقده، كم طرق الباب وأقفال السلطات علينا توصده، كم برهن شعبي طيبته وبنى بالحلم وشيده. لا شيء يجاوب صرخته إلا حرمان يجلده، فتنفس بركان الأحرار وكف الورد يعاضده. لم يقتل أحدا، لم يهدم شيئا، بل هدم مسجده. لم يحمل سيفا أو رمحا، ثورات الدنيا تحسده. ما غير الورد على علم، هذا ما ترفعه يده. بحرين وماذا بعد؟ أما للعدل دليل يرشده؟ هل ضل العدل ولم يسمع بجزيرة ورد تفقده؟ يا وطن الدر، ولا در إلا والقيد تقلده، أشراف الشعب تقيدهم وسراج الحوزة تبعده، والجيل القادم نادية تعلن للعالم مولده، والدين يطارد في بلدي، والوطن الثاني
الثلة تفسده، ما هذا العدل؟ ولست أنا من فقد العدل سيسجده، ما هذا العدل؟ ولست أنا من فقد العدل سيسجده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مقطوعة قصيرة تضامنا مع الأستاذ العزيز الأستاذ خليل المرزوق، أقول فيها: دعني لروحك أستعير كلاما، دعني لروحك أستعير كلاما، وإليك أبعث يا خليل سلاما. يا فارسا يا فارسا بالعزم حمحم مهره، ولصهوة الإصرار كان لجاما. لا لم تخف لا لم تخف في الله لومة لائم، وبرحب صدرك تحرج اللواما. اصدح اصدح بوجه الظلم دون توقف، فزئير صوتك يرعب الظلاما. واصرخ بهيهات الحسين ولا تهن، إن صوبتك يد الظلام سهاما. فالسجن للأحرار شحذ عزيمة، والقيد فيك يضاعف الإقدام. طب يا ضمير الشعب شعبك صامد، طب يا ضمير الشعب شعبك صامد، تحت الطغاة يزلزل الأقدام. يا ابن المنامة، والمنامة أقسمت من أجل عينك لن تذوق مناما. طب يا ضمير الشعب شعبك صامد، تحت الطغاة يزلزل الأقدام. يا ابن المنامة، والمنامة أقسمت من أجل عينك لن تذوق مناما. ستعود تصدح فوق كل منصة، ويظل قيدك يأسر الأوهام. مهما يطول الأسر شهرا أدهرا، ستعود ترفع يا خليل الهاما. مهما يطول الأسر شهرا أدهرا، ستعود ترفع يا خليل الهاما. والسلام. أنشودة الضوء الأخيرة. الضوء أنت وما سواك معتم، الضوء أنت وما سواك معتم، وعلى لسانك أحرفي تتكلم. يا من طبعت على جبينك قبلة وقصيدة ما ضيعتها الأنجم. عندي من الحب القديم حكاية، والحب من كل الحكايا أقدم. عندي من الحب القديم
حكاية والحب من كل الحكايا أقدم يا قصة العشق التي ولدت معي حتى تشربها الفؤاد المغرم لي فيك يا بحرين بحر ثالث والموج في شطآنه يترنم لي فيك يا بحرين بحر ثالث والموج في شطآنه يترنم ويقول يا أرض الكرامة والإباء بالروح تفديك الخلايا والدم من أول الأيام يومك مشرق لم ينطفئ والدهر دونك مظلم من أول الأيام يومك مشرق لم ينطفئ والدهر دونك مظلم ولأنك الحرية الحمراء ما جفت منابعك فصوتك زمزم مثل الكواكب مفردات إبائك والضوء من حول الكواكب معجم وعقيدة الأحرار صورتك التي هي قصة العباس حين تترجم فأصابع العباس حين تقاطرت منها مياه النهر كانت تقسم قسما سنصعد للسماء بعزة ولنا حكايات الوفاء السلم وعقيدة الأحرار صورتك التي هي قصة العباس حين تترجم فأصابع العباس حين تقاطرت منها مياه النهر كانت تقسم قسما سنصعد للسماء بعزة ولنا حكايات الوفاء السلم من أين يا وطن الوفاء يموت من عشق الوفاء ولم يزل يتعلم من أين يا وطن الوفاء يموت من عشق الوفاء ولم يزل يتعلم من سيرة العباس أن العيش من دون الكرام على الأباة محرم من أين يا وطن الوفاء يموت من عشق الوفاء ولم يزل يتعلم من سيرة العباس أن العيش من دون الكرام على الأباة محرم فالدرب للأمجاد درب واحد والسائرون عليه لا لم يهزموا والسجن لم يكسر عزيمة أمة حول القيود ورودها تتبرعم فأمام هيبتها وسر شموخها جور الطغاة وبطشهم يتحطم وعلى رصيف العمر تبقى وردة حمراء صوت الثائرين لها فمو وعلى رصيف العمر تبقى وردة حمراء صوت الثائرين لها فمو